باسم أهل الأسرة ومؤسسات الأسرة جئنا لنتضامن مع أبنائنا الأسرة، الأسرة المضربون عن الطعام، الإداريون، القرار الإداري المخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية، كل القوانين الدولية، قوانين حقوق الإنسان والمواد المعدلة، المادة الرابعة والمادة الخامسة الملحقة. لذلك آن الأوان لنقول كفى للاعتقال الإداري، كفى لظلم أبناء شعبنا الموجودون في سجون الاحتلال والبالغ عددهم أكثر من 5000 أسير فلسطيني.